صباح الورد وصباح الخير والسعاده على حضراتكم في حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم صباح البلد، معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 10 فقرات كتيره متنوعه ان شاء الله تعجبكم. هكون معاكم انا وهند. يا صباح الفل يا هند. يسعد صباحك يا نهاد، ويومنا كلنا ان شاء الله جميل وكله خير وسعاده. يا صباح الفل والياسمين على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهارده بجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفه ومتنوعه من صباح البلد. النهارده الخميس 8 يونيو 2023 19 ذي القعده 1444 هجريه. يلا قوموا كده صحصحوا معانا، خاصه واننا النهارده عندنا موضوعات وقضايا كتيره مختلفه ومتنوعه. ويسعد صباحكم جميعا بكل الخير. خليني كده ابدا مع حضراتكم واقول لكم ان زي النهارده يوم 8 يونيو 2014 كان يوم فارق في تاريخ البلد. زي النهارده يعني من 9 سنين الشعب نزل وقال كلمته واختار قائده اللي انقذ الدوله من الانهيار. زي النهارده من 9 سنين ادى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريه رئيسا للجمهوريه، وده بتكليف من الشعب المصري، لتبدا من بعده يعني عطيه كده وانقاذ وطن كان على حافه السقوط الكامل، واللي من اللحظه دي الحقيقه والبلد بتشهد تغيير كبير جدا في كل النواحي. الرئيس ساعتها أكد أن التحدي كبير جدا ومش هيعمل حاجة غير وكل المصريين جنبه، وده فعلا اللي حصل وبيحصل لحد النهاردة. ومش بس كده، من البداية والرئيس كان واضح جدا مع الشعب، ودايما كان كل ما تيجي فرصة كده في أي مؤتمر أو افتتاح كان دايما بيصارح الشعب زي ما عوده على كل المستجدات والتحديات والنجاحات اللي بتحصل في البلد. الحقيقة هم 9 سنين من الإعجاز وإنجازات لا حصر لها هند، وأكيد لحد دلوقتي بنشوفها على ارض الواقع في حاجات كتيره وامثله كتيره يمكن انت تقوليها بقى. مظبوط يا نهاد، ويمكن حتى وانت بتتكلمي كده مع الساده المشاهدين احنا بنعرض على الشاشه العديد من الفيديوهات، واللي يركز فيها هيلاقي ان في انجازات كبيره جدا في كل القطاعات، والرئيس كان ليه لمحات ولا زال انسانيه قويه جدا. هي سنوات من الاعجاز والانجاز حقا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال وقت قصير جدا في تجديد شباب البلد بأكمله في كل الاتجاهات والمجالات. سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول يوم لتولي الرئاسة في بناء مشروعات عملاقة لا تتوقف، وإن شاء الله لن تتوقف، لإعادة تأهيل البلد وبناء جمهورية جديدة. يعني مش ببالغ لو بقول إنها نقلة حضارية وتاريخية وغير مسبوقة. ليه؟ لأني لو عددت لحضراتكم المشروعات هنلاقي إن في مشروعات قوية جدا في البنية التحتية، في الطرق، في العمران، في التنمية، المرافق، الصحة، التعليم، الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعة، الاستثمار. الحقيقة إن تم تنفيذ افتتاح آلاف المشروعات الجديدة. كل ده موجود على كل شبر من أرض مصر، وفعلا فعلا يصعب حصرها في مجرد حلقة حتى واحدة. لحد النهاردة بيسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في البناء، التنمية، إقامة مشروعات قومية كبرى. لو حاولنا كده خلينا نرجع فلاش باك لورا من 9 سنين، نفتكر مع حضراتكم بعض النماذج البسيطة اللي بتعبر عن مفهوم الجمهورية الجديدة. هنتكلم مثلا يعني أنا أقرب مثال العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعتبر أيقونة الجمهورية الجديدة ليس فقط في المباني ولكن في المعاني والأهداف اللي صممت من أجلها. هي حلم لينا كلنا، حلم بيتحقق كل يوم. لو بنتكلم فإحنا بنتكلم عن إنجاز عظيم جدا كمان اسمه مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة اللي مش إحنا بس اللي بنشيد بيها، يعني كل المؤسسات الدولية بتشيد بيها، لأننا بنتكلم على استفادة حوالي 60 مليون مواطن على أرض المحروسة، ومش بس على أرض المحروسة، تطوير الريف المصري باستثمارات تجاوزت 700 مليار جنيه. إنجازات كبيرة في المدن الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، وكم الاستثمارات الهائل. ولو تفتكروا معايا العالمين الجديدة دي كانت عبارة عن إيه؟ أو مدينة العالمين قبل تطويرها لتصبح مدينة العالمين الجديدة كانت مكان كله ألغام، يعني ما قربناش منه منذ عشرات السنين. محطة الضبعة النووية، مشروعات الإسكان الاجتماعي وحدث ولا حرج في النقطة دي تحديدا، لأن كلنا كنا بنتألم كمصريين وإحنا ماشيين في الشوارع
شايفين المناطق الخطرة، شايفين مناطق غير مخططة، شايفين التعبير اللي كنا بنتألم منه جميعا وهي المناطق العشوائية. المناطق العشوائية ما بقاش ليها يعني مكان في مصر. ليه؟ لأن في رؤية سياسية وإرادة قوية لتحويل كل ده بما يليق بأهالينا من المصريين اللي تحملوا كتير جدا. قناة السويس الجديدة وبدرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وكان لسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني بيتحدث إننا خلال أيام قليلة وأسابيع قليلة إن شاء الله هنعلن خلو مصر تماما من هذا الوباء اللعين. لو اتكلمت عن مشروعات النقل هقول المونوريل، القطار السريع، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وغيرها كتير من الإنجازات اللي لو قعدت اتكلم فيها يعني هاخد وقت طويل، بس انا كل ده كنت بتكلم على جزء بسيط من المشروعات اللي بتتم كلها بالتوازي، يعني مش مثلا ماسكين جزء والجزء الثاني فيه اهمال ليه. شفنا تطوير سينا، هذه القطعه الغاليه على قلوبنا كلنا، بنشوف تطوير في المدن الجديده الكبيره. لو اتكلمت عن الفئات فهلاقي ان المراه المصريه وبلا أي تحيز يعني بالأرقام فهي في عصرها الذهبي من تمثيل في المناصب وتعيينها في أماكن كانت بتسعى ليها لسنين طويلة ولكن كان دون جدوى. لو اتكلمت عن الشباب هلاقي أن كان في مبادرات شبابية كتيرة جدا. لو اتكلمت حتى عن الحرف اليدوية هلاقي أن دلوقتي في اهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة المصرية بدعم يعني الحرف اليدوية ودعم الفنانين الموجودين في كل ربوع مصر. لو اتكلمت عن ذوي الإعاقة هلاقي أن في بنية تشريعية قوية جدا بتتقدم ليهم، هلاقي أن في دعم غير مسبوق بيتقدم ليهم. الحقيقة أن أنا فخورة جدا أن أنا مصرية، فخورة جدا جدا بأن بلدنا بتتطور كل يوم. صحيح خليني أقول لحضراتكم في تحديات، أكيد في تحديات لأننا مش عايشين في جزر منعزلة عن العالم، بس بالإصرار وبالعزيمة وبالإرادة القوية للقيادة السياسية ولينا إحنا كمصريين إن شاء الله قادرين نعدي أي تحدي ونتجاوزه، وبكرة إن شاء الله وكل يوم نرجع نفتكر اللي عدينا بيه ونقول كان، ودلوقتي إحنا إن شاء الله في قدام مستقبل كله مشرق لينا وللأجيال الجاية بإذن الله. الهد صحيح انت عندك حق، وفعلا هي يعني انجازات واعجازات كتيره جدا واحداث دايما متتاليه كده، من حياه كريمه ل 100 مليون صحه لكل الحاجات اللي بتفيد المصريين وكل فرد من الشعب المصري. تعالوا كده نقول لحضراتكم فقراتنا النهارده. هنتعرف في البدايه على اهم وابرز عناوين ومنشطات الصحف والمواقع الالكترونيه، وهنتناول بالتحليل مجموعه من الاخبار والملفات المهمه، وهيكون معانا فيها الكاتب الصحفي محمد حماده نائب رئيس تحرير الاهرام. فقرتنا الثانية بقى فقرة مهمة جدا يعني هاد، لأنها فقرة ممكن تكون مفيدة لأولياء الأمور أكتر من الولاد نفسهم اللي داخلين على امتحانات الثانوية عامة. نتمنى لهم كل التوفيق. البعبع الثانوية عامة دي اللي هو البعبع فعلا، غيرنا نظام تعليم ما غيرناش نظام تعليم لسه، برضه البعبع برضه للأسف الشديد. موضوع فقرتنا ليه بقول لحضراتكم إنه مهم؟ لأن يعني الفترة دي هي فترة ظهور نتائج، وكمان خلاص قربنا من امتحانات الثانوية العامة المفروض إنها تكون في 12/6 إن شاء الله. فكرة إن هل إن التخطيط لمستقبل الولاد هل هو من حق الأب والأم إنهم يخططوا لمستقبل ولادهم، ولا هي مسؤولية الأبناء بس؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال ضيفنا الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية. أما عند فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين تكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، ويكون معانا فيها الدكتور أحمد العيشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال. ودي كل فقراتنا النهاردة إن شاء الله تستمتعوا بيها. وعندنا إيه بقى دلوقتي؟ عندنا يعني عايزين نخرج. والله النهارده الخميس. النهارده الخميس صحيح الجو شوية متقلب، لكن يعني نأمل إن شاء الله على بالليل الدنيا تكون استقرت كده. برضو يعني خلينا نقول قعدوا يقولوا هيبقى في عاصفة والحمد لله مرت على خير. هي أماكن برضو نهاد يعني في بعض الأماكن متفرقة، بس نأمل إن على بالليل كده الدنيا تهدى شوية فالناس تعرف تخرج. فيعني دلوقتي يعني تعالوا معانا كده تعرفوا على الأجندة الثقافية وأهم الفعاليات الفنية عموما الموجودة النهارده الخميس 8 يونيو.
يسعد صباحكم مرة ثانية. تعالوا بقى كده نتعرف على حالة الطقس النهاردة، وبيتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وده بيصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة وده على كافة الأنحاء، ونشاط الرياح المثيرة للرمال مع الأتربة، وده بيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية، والبداية مع بعض كالعادة من القاهرة اللي سجلت النهاردة العظمى 38، أما الصغرى 29، اسكندرية 34-23، الإسماعيلية 37-25، الغردقة 38-27، المنيا 40-28، وسوهاج 42-28، وأسوان 45-31. أما عن درجات الحرارة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فالبداية معانا هتكون من الرياض اللي سجلت النهاردة العظمى 43، أما الصغرى 28، أبو ظبي 39-29، أنقرة 27-16، لندن 22-12، واشنطن 26-13، وباريس 28-17، وأخيرا بكين اللي سجلت العظمى 34، أما الصغرى 18. خلي بالنا بقى كده عشان الجو يومين دول مش في أحسن حالاته، يعني حاولوا دايما تشربوا سوائل كتير، مية كتير، ما تخرجوش في الشمس الحارقة، وخلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم. تعالوا بقى كده بينا نقوم نتنشط شوية ونعمل شوية تمارين رياضية ونقدر نعملها من مكاننا في البيت قبل ما نروح أي مكان. تعالوا نتابع. ومن حول العالم يجي معادنا مع فقرة الترند، ويا ترى ايه أكتر حاجة اهتم المصريين بالبحث عنها امبارح على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكمان أهم الترندات العالمية اللي احتلت صدارة الأكتر متابعة على السوشيال ميديا. تعالوا كده نشوف ايه أول ترند معانا النهاردة. تعالوا نروح للترند التاني اللي انتشر على موقع فيسبوك، وهو صور للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لفتة الحقيقة جميلة جدا وإنسانية، بعد طبعا ما استقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الطفل أحمد عبد العزيز من ذوي الهمم، وبكده يكون كابتن محمود الخطيب حقق حلم أحمد بزيارته للنادي الأهلي، وبجد لفتة إنسانية جميلة من كابتن الخطيب، وبنوجه له هنا من صباح البلد أجمل تحية. كده تكون خلصت فقرة الترند معانا النهاردة، يعني نشوفكم بعد الفاصل. كرام برحب بحضراتكم مرة أخرى، والآن موعدنا مع موجز الأخبار. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال القمة 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب إفريقي الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. ستركز قمة الكوميسا التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع. تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا أنغولا وموزمبيق. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في إصدار تطبيق إلكتروني، وذلك لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس الجمهورية قد وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة. يعقد اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، ومن المقرر أن يتم عرض ما تم إنجازه من قبل المنظمة، وسيتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة. تنتهي اليوم لجان الإدارة من استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023،
حيث يغلق باب الاعتذارات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق في 12 من شهر يونيو الجاري. وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول أي اعتذارات من مقدري الدرجات إلا من خلال مشرف عام لتقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة. تشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والذي سيعقد اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية. تأتي المشاركة بناء على الدعوة الموجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل ابن فرحان للمشاركة في الاجتماع الوزاري. هذا ويشكل الاجتماع فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم داعش الإرهابي. أعلن حلف الناتو بأن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ سوف يستقبل وزير خارجية السويد توبياس بليستروم اليوم في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأضاف البيان أن بليستروم وزير الخارجية السويدي أعرب عن أمل بلاده في الانضمام إلى حلف الناتو بحلول موعد انعقاد قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنوس وذلك خلال شهر يوليو المقبل. وأخيرا رياضيا، تقام اليوم مباراتين في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري العام الممتاز، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع منافسي طلائع الجيش وذلك في تمام الساعة 7 مساء، فيما يواجه فريق المقاولون العرب منافسه فريق أسوان وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء. نهاية الموجز، بشكر حضراتكم على كرم المتابعة. دلوقتي بيجي معادنا اليومي مع استعراض لأسعار العملات والذهب، فخلينا نشوف آخر تحديثات لهذه الأسعار النهاردة صباح يوم الخميس الموافق 8 يونيو. البداية دايما بتكون مع أسعار العملات وسعر الدولار الأمريكي اللي بيسجل لي الشراء 30 جنيه 84 قرش، أما البيع 30 جنيه 93 قرش. اليورو بيسجل النهاردة لي الشراء 33 جنيه و4 قروش، أما البيع 33 جنيه و16 قرش. الجنيه الاسترليني بيسجل لي الشراء 38 جنيه 42 قرش، أما البيع 38 جنيه 55 قرش. الريال السعودي بيسجل لي الشراء 8 جنيه 22 قرش، أما البيع 8 جنيه 24 قرش. الدينار الكويتي بيسجل النهاردة لي الشراء 100 جنيه 23 قرش، أما البيع 100 جنيه 58 قرش. من أسعار العملات نروح لي أسعار الذهب ونستعرضها مع حضراتكم. عيار 18 النهاردة بيسجل 2010 جنيه، أما عيار 21 استقر عند 2345 جنيه، عيار 24 بيسجل النهاردة 2680 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب بيسجل 18760 جنيه. ده كان استعراض سريع لأسعار العملات والذهب النهاردة. لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا، وبعد الفاصل قراءة تحليلية لأهم الصحف والأخبار النهاردة من الصحف والمواقع الإلكترونية المتعددة لصباح يوم الخميس مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. صباح الفل أستاذ محمد، منورنا في صباح البلد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا وسهلا. النهاردة هيكون عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة، اسمحي نستهل جولتنا في أخبار النهاردة مع السادة المشاهدين وحضرتك بأخبار رئاسة الجمهورية، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى دولة زامبيا للمشاركة اليوم في أعمال القمة 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، وذلك بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. ستركز قمة الكوميسا التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري
بين الدول الأعضاء بالتجمع. تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا أنغولا وموزمبيق. وكان الرئيس السيسي قد عقد أمس جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنغولي جواو لورينسو بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنغولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بأنغولا في أبعادها المختلفة، خاصة ما يتعلق بدور مصر في دعم جهود التنمية في أنغولا عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنغولية، مشيدا على وجه الخصوص بوتيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها أنغولا كأحد النماذج الناجحة في القارة الإفريقية، ومنوها إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنغولية في المجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة. أستاذ محمد، يعني احنا بسبب حدث مهم بيتم الآن من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته نحو الجنوب إفريقي ومشاركته في قمة الكوميس، خلينا يعني في عندنا أكتر من نقطة محتاجين نتوقف عندها في هذا الخبر. مبدئيا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدول أنغولا وزامبيا وموزمبيق بهذا الترتيب بتأتي في إطار يعني ما نسميه بالدبلوماسية الشاملة للدولة المصرية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقارة الإفريقية. يعني نتحدث منذ توليه الرئاسة وهناك اهتمام كبير بهذا، تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019 أيضا كان يعني نموذج واضح على هذا الاهتمام. لو بنتحدث عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنغولا، فإحنا لو رجعنا فلاش باك لورا هنلاقي إن علاقتنا مع أنغولا منذ ستينيات القرن الماضي من 1965 في علاقات طيبة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يزور أنغولا وكان يشيد باعتزازه بهذه الخطوة. ويعني لعلنا نذكر السادة المشاهدين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن هذه الدولة الوحيدة التي يكون فيها أول رئيس مصري يزورها، ولكن في شتى أنحاء العالم والقارة الأفريقية هناك دول كثيرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس جمهورية بيزور هذه الدول. بنأتي أيضا لي يعني بنتكلم على ارتفاع نسبة صادرات بيننا وبين أنغولا حوالي 14.4% وفقا لتقديرات الجهاز مركزي التعبئة العامة والإحصاء. وفي المؤتمر الصحفي امبارح استاذ محمد انا توقفت عند اكثر من نقطة. السيد الرئيس تحدث عن أزمة السودان وليبيا وانها تأثرت على مصر، تحدث عن نزوح 200 ألف سوداني عبر الحدود الى مصر، تحدث ايضا عن فكرة ان الشركات المصرية والمستثمرين المصريين يستطيعوا ان يعطوا الخبرة لانغولا في مجال البنية التحتية والطرق، خاصة ان احنا لدينا حوالي 24 مدينة جديدة بالإضافة للعاصمة الإدارية الجديدة. تحدث ايضا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وضرورة تضافر كل القارة الأفريقية لحل هذه الأزمة. ده فيما يخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنغولا باختصار. طبعا حضرتك يعني هتشوف هنتوقف عند أي من النقاط، والكوميسا أيضا قمة 22 مهمة جدا ومصر بتسلم الرئاسة الدورية إلى دولة زامبيا. كيف ترى دلالة هذه الزيارات الهامة التي يقوم بها السيد الرئيس لهذه الدول تحديدا وأهميتها في وسط عالم بيموج بالعديد من التحديات؟ طبعا بداية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع سياسة الانفتاح على جميع الدول الأفريقية، عودة مصر بقوة إلى الدول الأفريقية، هناك محاور مهمة في التعامل مع القارة السمراء، هناك مصالح مشتركة بين مصر والدول الأفريقية، هناك أيضا تعزيز هذه المصالح من خلال الزيارات، من خلال الاتفاقيات، من خلال خاصة نحن نعلم أن الدول الأفريقية الآن هناك معدلات تنمية يعني وسعى كبيرة جدا، وهناك موارد طبيعية كبيرة جدا في أفريقيا، ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن يكون هناك تعامل مباشر مع كل الدول الأفريقية وخاصة الدول التي تستطيع خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أن تحقق معدلات تنمية وذلك من خلال تعزيز المصالح المشتركة. هناك ثوابت في السياسة المصرية الخارجية وهي تحقيق المنافع المشتركة بالإضافة أيضا إلى تحقيق التنمية من خلال التعاون، من خلال الاتفاقيات، من خلال أيضا مذكرات التفاهم بين مصر وهذه الدول. مزبوط. هناك أيضا أسس للتعامل مع القارة السمراء. كل دولة دلوقتي أصبح لها قرار سيادي، كل دولة أصبحت دولة تهتم بشعبها، تهتم بتنميتها، وبالتالي هناك قواسم مشتركة بين مصر وهذه الدول وهو تحقيق التنمية.
رقم واحد، رقم اثنين الامن والسلم في القاره السمراء. بالفعل اولويات الكنسه يعني فعلا يعني محمد. يعني بالفعل مصر استطاعت خلال ترأسها للاتحاد الافريقي في 2019 القيام بالعديد من المهام المهمه بالنسبه للقاره السمراء. مصر شاركت في العديد من الاتفاقيات الدوليه والمؤتمرات الدوليه ودعت الى ضروره توطين التكنولوجيا في افريقيا حتى لا يكون هناك هجره غير شرعيه التي تؤرق الاتحاد الاوروبي. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ايضا العديد من المنح المهمة، وشفنا ده في كوب 27 للدول الإفريقية التي تتأثر بالخسائر التغيرات المناخية، ومن ثم الدعوة إلى تحقيق منفعة مشتركة للقارة السمراء. هناك أيضا سياسة إسكات البندقية وضرورة أن نجلس على طاولة المفاوضات بعيدا عن التناحر السياسي وغير ذلك، ومن ثم تحقيق الأمن والرفاهية للشعوب الأفريقية. نأتي إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثلاث دول مهمين في جنوب يعني أفريقيا، أنجولا، زامبيا، موزمبيق. أنجولا كانت زيارة ناجحة بقوة، هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها سواء كان في الملف الأمني، ملف الاستثماري، الاستثمار في معدل الاستثمار، زيادة معدلات الاستثمار بين البلدين. هناك أيضا رغبة حقيقية من أنجولا بالاستفادة بالخبرات المصرية في العديد من المجالات، البنية التحتية، المدن الجديدة، صناعة الدواء وغيرها من المجالات المهمة المصرية التي حققت فيها نجاحات. أيضا تدريب الكوادر الأنجولية وأيضا تدريب الكوادر في أفريقيا عموما، يعني مصر لديها رغبة حقيقية في نقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية. بالفعل كان هناك مؤتمر صحفي أشار فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أنجولا إلى ضرورة تحكيم لغة العقل في مسألة سد النهضة على سبيل المثال، وأن سد النهضة ليس حكرة على دولة بعينها لكن هو منفعة مشتركة للدول سواء كان النبع أو المصب، وبالتالي تأكيد على ضرورة أن يكون هناك إطار قانوني لحفظ الحقوق لأصحاب الحقوق. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا تحدثوا عن ضرورة أن يكون هناك حل سياسي وسلمي للأزمة في السودان، خاصة مع نزوح 200 ألف سوداني إلى مصر. وطبعا ويلات الحروب احنا عارفينها وعارفين قد إيه تمزق السودان الآن نتيجة هذا الصراع الدموي. تحدثوا أيضا عن ضرورة أن يكون هناك مساعي لحل جميع القضايا الموجودة في أفريقيا باللغة السلمية، وأيضا لتحقيق الأمن والسلم وتحقيق أيضا التنمية للدول الأفريقية. نأتي إلى الزيارة الثانية وهي زامبيا. زامبيا دولة مهمة، زامبيا يعني سواء كان بالنسبة إلى قمة الكوميسا قمة مهمة جدا، السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 21 دولة، الكوميسا مهمة جدا في أيضا تسليم مصر الدورة 22 إلى زامبيا. مصر ترأست في وقت عصيب، وقت تحديات كبيرة جدا، أزمة كورونا، وشفنا التعامل المصري سواء كان بالنسبة لأزمة كورونا أو التحدي الغذائي ونقص الغذاء، وبالتالي هي مهمة جدا، خاصة نحن نعلم أن حجم التبادل التجاري بين دول الكوميسا يعني تجاوز. يعني هناك طبعا مؤشر يعني مئات المليارات، وبالتالي طبعا احنا لابد أن نستفاد من هذه الأريحية في الاستثمارات سواء كان بالنسبة للشركات المصرية أو بالنسبة للدول المشاركة. سوق مهم جدا للمنتجات المصرية، إعفاءات جمركية، هناك أيضا بعض التسهيلات التي سوف تهتم بضرورة أن يكون هناك توافق بين الدول المشاركة في الكوميسا في تحقيق تنمية حقيقية للدول المشاركة. وبالتالي أيضا إحنا أمام زيارة مهمة لموزمبيق. طبعا هذه الزيارات الهدف منها هو أن يكون هناك تعاون مباشر وتواصل مستمر مع القارة السمراء ومع الدول المهمة في جنوب أفريقيا. بكل تأكيد أستاذ محمد، لأن يعني امبارح كان في اتفاقية زي ما حضرتك ذكرت متعددة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث دائما بلسان أفريقي. حتى أنا أتذكر والسادة المشاهدين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في افتتاحه في شرم الشيخ كان بيتحدث على أن القارة الأفريقية محتاجة 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار جنيه دولار سنويا للتعافي من أثار جائحة كورونا. وهنا أثار جائحة كورونا يعني أصابت الأنظمة أو كشفت هشاشة بعض الأنظمة
الأنظمة الصحية في القارة الإفريقية. فإن شاء الله أفريقيا لديها أجندة للتنمية المستدامة 2063 وأجندة مهمة في جميع المجالات المعنية بالتنمية المستدامة. هناك أضرار يعني لحقت بأفريقيا والدول الأفريقية، لابد من تدارك هذه الأضرار. هناك دول كبرى تهتم بأفريقيا، خاصة نحن نعلم أن أفريقيا مورد مهم للموارد الطبيعية. الصين على سبيل المثال تريد أن يكون هناك تبادل تجاري مع أفريقيا حوالي 400 مليار دولار. احنا بنتكلم في استثمارات كبيرة جدا في موارد طبيعية خصبة لم يتم استغلالها حتى الآن. أعتقد أنها بيئة مناسبة للاستثمار المصري، عندنا أكثر من 5000 شركة تستطيع أن تساهم في هذه الاتفاقيات التجارية مع الدول المشاركة. إن شاء الله، ولأن الحديث يطول عن قمة الكوميسا الهامة 22، فإن شاء الله هنتابع مع حضراتكم مشاهدينا على مدار اليوم وغدا بإذن الله، يعني استكمالا لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدول الهامة. ننتقل مع حضراتكم إلى خبر آخر، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار متابعته لملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل. ومن جهة أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصفة يومية بهدف الإسراع بتنفيذها بما يسهم في تحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا في ضوء ذلك إلى أن وزير العدل أعد مشروعي قوانين بشأن تعديل قانون الاستثمار وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية. طبعا مؤتمر امبارح كان مهم أستاذ محمد، وهنا في نقطة دائما وأبدا ما يركز عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي سرعة الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وهنا دايما بنتكلم أستاذ محمد على أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أيقونة الجمهورية الجديدة، وليس فقط في المباني ولكن في المعاني والأهداف التي صممت من أجلها. والسيد الرئيس دائما ما يتحدث عن ضرورة النقل النوعي والكيفي وليس فقط النقل في المباني، خاصة وأن العاصمة الإدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع. دي نقطة. النقطة الثانية فيما يخص تحفيز جذب مزيد من الاستثمارات، ويمكن ده العنوان الأساسي اللي بنشوفه بيتردد في العديد من المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الوزارية لمجلس الوزراء، خاصة وأن إحنا يوم 13 مايو كان عندنا اجتماع مهم المجلس الأعلى للاستثمار، كان فيه 22 قرار الحكومة بتشتغل عليهم. كيف يسهم الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات، في نقل فكرة الحوكمة والطريقة المختلفة للحكومة في التعامل مع كافة المجالات؟ طيب، احنا العاصمة الإدارية الجديدة بتتمتع بالعديد من المزايا. قرب الوزارات لبعض بيخلي هناك في سرعة في التواصل بين الوزارات المعنية، هناك أيضا الجيل الرابع، وهناك أيضا الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الأمر. بالإضافة أيضا تم تباحث في ضرورة نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة خلال هذا الشهر، بالإضافة أيضا تشجيع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. هناك تشريعات، المستثمر عايز إيه؟ المستثمر عايز بنية تحتية قوية، عايز قانون استثمار قوي يستطيع أن يحقق له حوافز، يستطيع أن يحقق له أيضا إعفاءات. ومن ثم هناك مشروع لقوانين لتعديل قانون الاستثمار، بعض التعديلات اللي يتم على قانون الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الأموال سواء كان العربية أو الأجنبية. وده يعني إن دل يدل على استجابة الحكومة المصرية إلى الآراء وإلى الحوار في مع المستثمرين ومع بيوت المال، ومن ثم أيضا مع الجهات الدولية الكبرى الاقتصادية. ده يدل على أن هناك خطوات جادة من الحكومة المصرية، هناك أيضا تفعيل لقوانين سوف تجذب مزيد من الاستثمارات والحوافز الاستثمارية الجديدة لدى المستثمرين، ومن ثم يبشر ب يعني دخول العديد من الكيانات الكبرى الدولية في الاستثمار في المجال الاقتصادي في مصر. إن شاء الله نأمل ذلك. وبذكر الاستثمار والاقتصاد ده هينقلنا للخبر التالي، حيث توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4%
خلال السنة المالية الحالية ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025. وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في عام 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في عام 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية. أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و3% في 2025. أرقام كتيرة جدا أستاذ محمد، والأرقام دي بتذكرني أيضا بتوقعات صندوق النقد الدولي في يناير الماضي في بداية هذا العام بنمو الاقتصاد المصري 4% في العام المالي 2022-2023، ثم 5.3% في العام التالي، ثم 5.7% في 2024-2025، ثم وصولا 2025-2026 سنصل بنسبة لتوقعاتهم نمو الاقتصاد 5.9%. هذه الأرقام إضافة لأرقام توقعات البنك الدولي، كيف تقرأها وكيف أيضا تساهم الإجراءات الإصلاح الاقتصادي والعديد من القرارات اللي حضرتك لسه ذاكرها في الخبر السابق في نمو وتحقيق هذه المعدلات؟ طيب، احنا بالنسبة لتوقعات البنك الدولي أو المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، احنا قبل كورونا كنا يعني كان متوقع لنا نوصل الى 6%. مظبوط. طبعا حصلت ازمه كورونا اثرت على جميع اقتصادات العالم، ومن ثم نجد ان توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري من 4 الى 4.7 خلال من 2023 الى 2025، وده اعلى معدل تنميه في ليس فقط في شمال افريقيا ولكن في منطقه الشرق الاوسط. واذا سلطنا الضوء على بقيه الاقتصادات الموجوده نجد مثلا المملكه العربيه السعوديه من 2.2 الى 3.2 خلال 3 أعوام او خلال عامين. ده ان دليل يدل على ان هناك خطوات جاده من الحكومه المصريه والدوله المصريه، هناك تشريعات، هناك ايضا فرص استثماريه، وهناك ايضا مشروعات قوميه كبيره بيتم طرحها على المستثمرين العرب والاجانب ايضا. اذا نظرنا ايضا على اقتصادات شمال افريقيا نجد انها برضك بتسير ما بين 2% الى 3% وقصور. طيب احنا ده دل على ايه؟ دل على ان هناك فرص، بيئه خصبه للاستثمارات الاجنبيه، هناك ايضا خطوات جاده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، هناك ايضا مشروعات قوميه كبيره، هناك خريطه للاستثمار موجوده في مصر، هناك شركات سوق حر، هناك ايضا شركات سوف يتم طرحها في البورصه المصريه خلال الاشهر المقبله خلال هذا العام. عندنا اكثر من 32 شركه سوف يتم طرحها. نتحين الفرصه فقط طبعاً. بالاضافه ايضا ان الدوله المصريه حريصه على دخول القطاع الخاص في المشروعات القوميه وفي شركات الحكومه على سبيل المثال، وده يمكن اشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من اللقاءات بضروره ان يساهم القطاع الخاص في هذه المشروعات ولو بنسب وبحصص يعني مش كبيره قوي، لكن من الممكن ان تكون فرصه لمزيد من الاستثمارات ومزيد من ضخ رؤوس اموال جديده. الهيئه دائما ما ينادي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المشروعات القوميه الكبرى وافتتاحه ليها بان الدوله بتقوم بالمهمه الاصعب وهي تهيئه البنيه التحتيه والصعود بالمشروع في البدايه. بالفعل، وبعدين دي شركات ناجحه يعني مش شركات خاسره، ودي فرص للمستثمرين. اكيد، فان شاء الله يعني نامل ان كل الارقام دي ويكون اكتر كمان نشوفها على ارض الواقع ويلمسها المواطن في كل ربوع مصر. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ محمد حماده نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، نورتنا يا فندم. كل الشكر يا فندم، شكرا لتحياتي. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده الخميس، لكن دلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير هام عن عقد اكبر منتدى مصري عماني بحضور كبار الشخصيات الاعلاميه العمانيه، وكان موضوع المنتدى الثوره التكنولوجيه الخامسه. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. النهارده عقد اكبر منتدى اعلامي مصري عماني، كان بحضور يعني حوالي يعني 20 او 25 شخصيه من كبار
الإعلاميين في عمان، وكان موضوع المنتدى الثورة التكنولوجية الخامسة، يعني هي الثورة التكنولوجية الرابعة والخامسة، يعني هي أصبحوا ثورة واحدة الآن، والذكاء الاصطناعي وأثرها على الإعلام من حيث الصناعة ومن حيث المحتوى. حوار طويل جدا قدمت فيه آراء واقتراحات، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يبقى في تواصل مستمر ما بين الإعلام في الدولتين للاهتمام بهذا الموضوع الكبير وأثره على صناعة الإعلام، بجانب الاهتمام بالدورات التدريبية، بجانب الاهتمام بالاطلاع على أحدث التجارب العالمية فيما يتعلق بصناعة الإعلام. طبعا احنا قلنا أن اللقاء الأخير اللي تم بين فخامة الرئيس وما بين السلطان هيثم، ما بين الزعيمين، هذا اللقاء الكبير وضع للإعلاميين أرضية ممهدة جدا لبدء علاقات إعلامية قوية ومتينة، وعمان يعني دايما واقفة جنب مصر وبتساند قضاياها وبتساند مواقفها السياسية، واحنا كإعلام كنا سعداء جدا بهذا الملتقى اللي بيعقد لأول مرة، وإن شاء الله يتكرر مثل هذا الملتقى في القاهرة وفي مسقط، ونساهم مع بعض في خدمة الإعلام مش ما بين الدولتين بس، بل الإعلام بين كل الدول العربية. سعداء بهذا اللقاء اليوم تحت ضيافة هذه القلعة العريقة الماسبيرو، التي حقيقة كان لنا صولات وجولات فيها تعليما وتكوينا معرفيا هنا في هذا البلد العزيز علينا، بدعوة كريمة من معالي الأخ العزيز كرم جبر والإخوة الأصدقاء الأعزاء، بحضور جمعية الصحفيين العمانية بنشاطها الذي استمر لمدة 3 أيام في مصر العزيزة، وقد انطلقت الندوة منذ يومين في متحف الحضارة المصرية للحديث عن العلاقة بين البلدين في محاور مختلفة، المحور العلاقات بين البلدين، ومحور الاقتصادي والتجاري، المحور الآخر وهو الإعلامي والثقافي، كيف ربط هذه العلاقة وكيف كان مساندا لهذه العلاقة. نحن اليوم في مبنى يعتبر من أهم المباني ليس لمصر فقط ولكن للأمة العربية بأجمع، ملتقى الصحافة المصري العماني الذي اختتم بالأمس هدفه مد جسور تعاونية أكبر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق لمصر والتقاءه بأخيه فخامة الرئيس السيسي. وقعنا أيضا اتفاقية تعاون مع نظرائنا في مصر، كل بنود هذه الاتفاقية تصب في مصلحة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتصب أيضا في مصلحتكم كصحفيين وإعلاميين. ناقشنا حاجات كثيرة جدا ومن أهمها الذكاء الصناعي، وقلنا واتفقنا ان احنا لازم عشان نبدأ نفهم يعني ايه ذكاء صناعي لازم نعمل دورات تدريبية بيننا وبين سلطنة عمان، وان شاء الله بإذن الله يعني في اجتماع وزراء الدول اللي هو الإعلام في المغرب ان شاء الله هيتم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة، لان ده موضوع مهم جدا جدا ان شاء الله بإذن الله. لازم ان احنا نسير التكنولوجي، ولكن مش هننسى برضو ان شاء الله الورقي ولا الالكتروني، هنمشي في الاتجاهين ان شاء الله باذن الله. الجانبان العماني والمصري في مجال الاعلام دائما ما يتواصل من خلال برامج مستمره يعني رصدتها يعني السنوات الماضيه، وهذا ليس يعني وليد اليوم. الاعلام العماني والمصري والاعلاميين في هذه في البلدين يؤكدون دائما على عمق العلاقه ما بين الجانبين في مجال الاعلام. اليوم المنتدى الذي أقيم في يعني في هنا في جمهورية مصر العربية والحديث عن الثورة الصناعية الخامسة وكذلك الذكاء الاصطناعي هو دليل واضح على حرص الجانبين على التطور وأن نواكب العالم في مجال الإعلام الحديث من خلال يعني الإعلام الاصطناعي وكذلك التقني. نعم، في هناك تعاون ثقافي إعلامي بين البلدين، جيد أن هذا الملتقى اليوم يرسخ هذا الأمر بشكل كبير. علاقاتنا بالمثقف المصري والإعلام المصري علاقة أكثر من ممتازة، تعلمنا على الكثير من يعني من مدارس الأخوة المصريين، الكثير منهم كان فعلا أساتذة لنا في الإعلام العماني. اليوم من خلال هذا الملتقى فرصة نلتقي بهم ونلتقي
رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقراتنا، والفقرة اللي معايا دلوقتي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، خاصة الفترة اللي احنا فيها دي طبعا، وهي فترة ظهور النتائج ومع قرب كمان امتحانات الثانوية العامة. خلينا نقول كده ان الموضوع مش بس بيهم يعني الطلبة والطالبات اللي بيدرسوا، لا هو كمان بيهم أولياء الأمور يمكن أكتر كمان من الأولاد. يمكن يعني كل أب وكل أم لازم يكونوا عارفين ان درجات ولادهم دي بتكون مقدرة ابنك أو مقدرة بنتك في الدراسة، وإنه عمل اللي عليه، وأحيانا الضغط عليهم في الدراسة أو يعني خاصة كده في أوقات الامتحانات ده بيسبب في عدم تركيزه أو تركيزها كده إيه في الامتحانات، وقدام ومع الوقت كمان بتحس إن ولادكم بيتعودوا إن أهلهم هم اللي بيخططوا لهم، عشان كده أوقات كتير بيبقى حاسس إنه فاشل ومش قد المسؤولية، وأنا خايف من الامتحانات، وأنا خايف إني ما أطلعش قد المسؤولية. كل ده بقى هنتناقش فيه كده مع دكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية. صباح الفل عليك يا دكتور، منورني في صباح البلد. صباح الفل أستاذة نهاد، وأهلا بك وأهلا بكل مشاهدين صباح البلد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كده طبعا زي ما احنا لسه كنت بقول، دي فترة بقى ظهور نتائج الإعدادية ظهرت، يعني صح. معظم النتائج ظهرت، ودلوقتي كمان امتحانات الثانوية العامة على الأبواب. كلنا كأولياء أمور عاوزين ولادنا أحسن حاجة، يعني مما لا شك فيه أكيد طبعا. بس في أولياء أمور من كتر خوفهم على أولادهم بيعملوا ضغط كبير قوي 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 على الولد أو على البنت في أنه ذاكر وأقعد وأعمل، فالولاد بيحسوا أنهم ضغط جامد جدا ومبيقدروش أنهم يعملوا أحسن ما عندهم. أعمل إيه لما نتيجة ابني أو بنتي تطلع مش أحسن حاجة، يعني ما يجيبش النتيجة اللي أنا متوقعة منه؟ تمام. اول حاجه انا بشكر حضرتك جدا ان انت قلتي حضرتك ان في بعض اولياء الامور هم اللي مسببين الضغط على الاولاد، والانسان مع الضغط ما بيقدرش ان هو يتصرف التصرفات السليمه او المنطقيه. اي حاجه بنعملها بتوتر بتاخد مننا ضعف الوقت اللي احنا بنعمله واحنا مش متوترين. فبالتالي لما اضغط ابني مثلا عنده فتره محدده هيشتغل فيها على ماده معينه، فانا ضغطه عمال اوتره وعمال اقول له يلا خلص ذاكر وانت ما بتشتغلش وانت كذا، وقاعد اقول له كلمات بعض الكلمات السلبيه. ده هيعمل له شيء من التوتر، فالحاجه اللي كانت ممكن تاخد منه ساعة هتاخد منه ضعف الوقت، هتاخد منه ساعتين. طب ممكن ما يلحقش يراجع كل حاجة، ما يلحقش يخلص كل حاجة، ممكن يفقد تركيزه تماما اصلا، ما يحصلش حاجة. طبعا يدخل الامتحان وهو متوتر، يجي يلاقي نفسه مش عارف يحل او يحل بعض الامور وحاجات تانية، حاجات بعدها ما يحلش. كتير جدا انا هقول الحاجة دي بتحصل معاهم، حتى ممكن الكبار يلاقوا نفسهم كده. بندخل امتحان نلاقي نفسنا مش فاكرين حاجة خالص او مش فاكرين بعض الامور، نخرج من الامتحان يقول لك انا دلوقتي افتكرت. ايه اللي حصل؟ ما هو كان لسه في الامتحان ومش فاكر. او من رهبه الامتحان. خلينا اقول كمان ان في ولاد حتى لو اهلهم مش مسببين لهم ضغط، هم عندهم الرهبه بتاعت الامتحان. فانا داخل اتوترت، لقيت نفسي خايف، لقيت نفسي مش عارف احل، فلما بيحصل عندي حته الخوف والقلق والتوتر هي ممكن كمان ما تخليش الذاكره تعرف تستدعي المعلومات كويس، فتلاقي وكان في حاجز معمول عند استدعاء المعلومه، فالمعلومه مش عايزه تيجي. لما خرجت التوتر زال، خلاص بقى حليت اللي حليته ومش مهم يحصل، التوتر زال، الحاجز ده راح، فابتدت المعلومه ترجع تاني بعد ما خلصت الامتحان بعد فوات الاوان. طب حاجتين بقى مهمين، ازاي الطالب قبل ما يدخل الامتحان يتخلص من التوتر بتاعه، وازاي الاهل ما يضغطوش على اولادهم قبل امتحاناتهم او ساعه المذاكره. بالنسبه للطالب احنا عايزين نقول ان اي حاجه هتخليه ان هو مش متوتر اول بدايه هو ان هو يكون مذاكر. مع البدايه لازم اكون مذاكر عشان ما يبقاش متوتر. في ناس فعلا يا دكتور انا قلت فعلا بيبقى مذاكر وحافظ وعارف كل حاجه وبيدخل كل حاجه بتصير. هو بقى احنا عشان كده بنعمل ايه؟ ابتدي انت خلاص ذاكرت وخلاص متاكد من نفسك، خد فترات. انا دايما بتكلم على فترات الراحه وفترات ما قبل الامتحان الصبح. أوكي. رجعت الصبح تمام، خد لك وقت بريك، اعمل فيه اي حاجه، اسمع حاجه مسليه بالنسبه لك، خلاص انت كده كده المعلومه موجوده عندك، هتستريح عند الدكتور ما تقلقش. انت فاكر ان انا هفضل كده كده لحد اخر وقت عشان اعرف اجيب المعلومه؟ لا، المعلومه خلاص طالما دخلت عندك بتركيز هتعرف تستريح عند الدكتور، فانت ما تقلقش من الحاجه دي. انت تعمل ايه؟ تاخد لك بقى ساعه قبل ما تروح او نص ساعه تقضيها في حاجه تخليك ان انت مش متوتر، فانت تهدي نفسك طالما ان انت عارف ان شخصيتك بهذا الامر. وكمان فترات الراحه ما بين المذاكره وبعضها، فترات الراحه قبل ما بختم خالص باخد لي مثلا، خلاص خدت بقى باخد العشاء مثلا بتاعي، بشرب حاجه، ممكن بتفرج على حاجه كده مسليه بالنسبه لي في التلفزيون في النت، هلاقي نفسي ان انا هديت. واقول لهم ما تقلقوش يا جماعه، اي معلومه دخلت عندنا بتركيز هنعرف نستريها عند الضروره. لو سالت حضرتك يا استاذه نهاد على حاجات حصلت لك وانت صغيره تلاقي نفسك عارفاها دلوقتي، مجرد ما اقول لك هو حضرتك عملتي كذا كذا في المدرسه تقولي ده انا جالك المعلومه في لحظه في اقل من ثانيه. ليه؟ لان هي كانت داخله عندك بتركيز، فبالتالي عرفتي تستريها عادي. انما بعكس الخوف والتوتر، فبنقول لهم عشان نهدي نفسنا نعمل هذا الامر. لو في حد بيلعب رياضه ماشي، رياضه حتى في البيت كده، حاجه يعني حاجه بسيطه كده، بقدر اخرج الطاقات السلبيه اللي جوايا. نمره 2 بقى بالنسبه للاهل،
الاهل عندهم ما عندكمش حل تعملوه ايام المذاكره غير ان انتوا تطمنوا وتدوا ثقه. هو ده تقول تطمنوا وتدوا ثقه. مشكله الاهالي في كله. أيوة. ما حدش طول الوقت بيطمن ويدي ثقه، طول الوقت احنا قلقانين، طول الوقت احنا خايفين، طول الوقت بنضغط ولادنا، انت فاشل، بنسمع اهالي. أيوة. كتير قوي انت طبعًا. فاشل، انت مش نافع، انت قاعد بتتفرج على التلفزيون، انت قاعد بتلعب بلاي ستيشن وسايب مذاكرتك، كل الاهالي بنسمع كل الكلمات دي في كل معظم البيوت. طبعا. ولما الاهل بيجيبوا اخرهم برضو في ناس ممكن تمسك نفسها شويه ويلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا يا ماما، مفيش، فيلا بقى انت فيش، انت اصلا مش نافع. هل ده بيسبب عند الولد انه يحس انه كده خلاص بقى، ما انا كده كده ماما شايفاني مش نافع؟ اكيد، وده هيعمل له تاكيد للفشل. لو هو اصلا فعلا عنده جزء كده ولا حته لعبيه، هو هيتاكد خلاص ان انا فاشل، هيبتدي يشتغل على هذا انا خلاص برمجت عقله او عقله الباطن على انه هو شخصيه فاشله، فهو عقله هيعمل ايه؟ هيبتدي يشتغل لي على حته الفشل بدل ما يشتغل على النجاح، هيشتغل بقى على الفشل. هيبدا بقى قاعد كده خلاص، ما هو انا فاشل بقى. بعكس ان انا اقول له انا عارف ان انت متفوق، معلش انت لعبت شويه، ابتدي بقى اشتغل، انا عارف ان انت شاطر، انت كل سنه بتجيب درجات، السنه اللي فاتت ما كانتش حلوه او الترم اللي فات، عايزين الترم ده احسن. فانا بدي له حاجات ثقه اشغل عليها عقله برضه. يا جماعه لما تشغلوا عقل اولادكم الباطن في الحته دي هيبتدي يشتغل على حته النجاح، وكاني برمجته على شيء معين. فبالتالي اللي انت هتدخله له هو هيشتغل لك عليه. هو اللي هيستقبله. لكن عكس طبعا الناس او اولياء الامور او معظم اولياء الامور بيبقوا متخيلين ان انا لما اقول لابني انت فاشل فانا كده هحفزه بقى، هو مش عايز يبقى او فاشل. انت ما بتفهمش او انت مش عارف حاجه او كلمات لا. اللي ده هي ده مش حقيقي بقى. لا. يعني ده مش بيحفز الولاد، لا بالعكس ده بيضرهم جدا نفسيا. بيضرهم الا في حاله واحده، ان يكون الابن، معلش انا اسف في الكلمه، يعرف ينفض للكلام، هيعرف يتعامل كده. ده مش لازم كل الابناء يكون بقى كبير شويه. لازم يكون كبير يعرف ان هو الكلام يدخل من هنا وما يستوعبوش، انما الابن الاخر هيستوعب هذا الامر. فبالتالي احنا النهارده ليه حضرتك بتعملي فقره زي كده وليه بنعمل برنامج عشان نوعي الناس لو انت بتعمل هذا الامر احنا بنقول لك ان ده غلط. انت ما عندكش حاجه فتره الامتحانات غير انت تتكلم في الامور اللي فيها ثقه وفيها تحفيز ايجابي. خلص بقى الامتحان وخلص وجاب لك النتيجه غير مرجوه، عندك النتيجه بقى. بعد النتيجه بقى بتبقى كارثه في كل البيوت كلنا، يا اما البيوت نسمع زغاريط وافراح وحاجه ساقعه بتتوزع، يا اما طبعا كان في عزا في البيت. طبعا احنا عندنا نتيجتين، نتيجه ان هو تبقى رسوب خالص، او نتيجه ان هي نتيجه مش حلوه زي ما حضرتك قلتي، مش مرجوه، مش هو التلق، مش هو الحاجه اللي انا كنت متوقعها او اللي مش اول متوقعها اقول نفسي فيها. طيب احنا عايزين نعرف ان الاولاد دول برضو عندهم قدرات ذهنيه وقدرات عقليه معينه، مش كل الاولاد بنفس درجه القدرات، ومش كلهم في كل المواد هيعرف يحقق كل حاجه بيرفكت، فبالتالي هيبقى عنده مشكلات في مواد ممكن تقلله شويه المجموع بتاعه. فانت لما تلاقي هذا الامر ما تقعدش بقى ايه تشتغل عليه خلاص، اصل اللي خلص خلص. انت انت بالنسبه لك الحاجه الوحيده، مفيش حاجه هترجع تاني، الحاجه الوحيده اللي فيها مشكله هي الثانويه العامه، النتيجه بتاعتها بتدخلك جامعه من او كليه من الكليات، واعداديه ساعات بيتنقل لمدرسه معينه او يتنقل لتعليم ثانوي او تعليم فني او ما الى ذلك. انما بخلاف ذلك سنوات النقل هي اسمها سنوات نقل، بتنتقل فيها من ايه، من مرحله لمرحله، من سنه لسنه. فبالتالي السنوات دي يا جماعه لما تلاقوا حاجه زي كده خلاص قولوا اللي حصل حصل، اللي بعد كده هيبقى احسن ان شاء الله، اتوقع منك المزيد والافضل، خليه يلعب بقى ويستمتع باجازته، ويجي قبل الاجازه بشويه نبتدي نرجع تاني بقى نقول التعليمات بتاعه المذاكره. اما اللي هو سقط وخلاص هو بقى يعني لا قدر الله، وطبعا نقول اي حد حصل له كده دي حاجه طبعا مش كويسه، اعرف ان ممكن يكون اولا بسببك، ممكن يكون ايه هي المشكله اللي خلته يسقط، لازم احددها واشتغل معاه، واشتغل معاه على حته دوافع نفسيه. مش هتشتغل معاه، ممكن اانبه شويه، مش هقول لك لا، بس التانيب يعني التانيب احيانا من غير يعني كلمات انت فاشل وانت لازم مش عارف ايه، لازم نانب شويه من حين لاخر طبعا، ما هو في عشان الضمير برده يشتغل يا جماعه، ذاكروا برده في اولياء امور معلش انا اسف في الكلمه، طافحين الدم، دابحين دم قلبهم عشان لا أولادهم. هو معظم اولياء كل اولياء الامور طافحين الدم على اولادهم طبعا. دي فعلا حقيقه، عمال يوديه ويجيبه ويدفع له هنا ويجيب له دروس ويجيب له وتمارين وكل حاجه، وفي الاخر الواد يسقط يا لهوي يا دكتور. لا لازم يطلع اللي جواه، انا هقول له طلع اللي جواك من غير ما تاذيه، ومن غير ما تقول له كلمات محبطه ولا الكلمات اللي هي الفشل والكلام ده كله. لا ممكن تقول له اللي انت عملته، يعني مش حرام عليك التعب اللي انا تعبته ده كله، هو انت مثلا ايه يعني ما بتفكرش في تعب باباك؟ يبتدي يتكلم معاه في هذا النطاق، ثم بعد كده انقله بقى للتحفيز الايجابي والنفسي، لان خلاص هو برضو احنا هنقول لازم يحس الاول اتعمل له ايه وتوفر له ايه طبعا. وهو ما استغلش الفرصه دي، وبعد كده بقى ايه اللي المفروض يعمله ويتعلم من خطا وممكن ياخد عقوبات. انا ما عنديش مشكله ابدا. طب العقاب بقى من وجهه نظر العقاب هو دايما بيبقى الحرمان من الحاجه اللي هو بيحبها، هو ده افضل عقاب. ما عنديش بقى قصه الضرب المبرح، قلنا خلاص ما عايزين نبطلها خالص. قصه ان انا هقعد ازعق عمال اعطل، غالبا
ولي الامر او وليه الامر اللي بتزعق غالبا هي اللي بتتعب، يعني الابن ما بيتعبش هم اللي بيتعبوا وبيجيلهم امراض السكر والضغط والله والقلب وكل حاجه ماسك وقعت وبتاع ويفوقوا فيها وهو الابن يا ابني حرام عليك هتموتني وهو ايه وقاعد ماسك بيشرب حاجه وبيتفرج على التلفزيون ومروق واحنا اللي دمنا بيتحرق في الاخر. فعشان كده نقول الكلام ده كله في الاخر مش هيجيب لك النتيجه، انما النتيجه ان احنا نبتدي ايه احرمه من حاجات عشان يحس برضه بتانيب الضمير على الحاجه اللي هو واقع فيها، عشان برضه احنا عندنا نظرتين بنشتغل بيها، حته السعاده والالم. اي حاجه بتضايقني بتعمل لي الم في حياتي انا بحاول اتجنبها وما اعملهاش تاني. اي حاجه بتسعدني، حضرتك شربتي حاجه عجبتك هتحبي تشربيها مره ثانيه، لقيتي طعمها مره هتقولي لا مش هشربها تاني. فبالتالي انا عايز احسسه بحته ان انت عندك الم من الرسوب، فانت بالتالي مش عايز تجرب ده تاني. فانا هعمل له الكلام ده بان انا احرمه من بعض الامور اللي هو بيحبها، قد يكون مثلا مصروف معين، رحله معينه، الموبايل اللي احنا بنقول لعبه معينه. لا طول ما انا عندي ناس عارف اسيطر عليهم، الاولاد اللي في امكانيه السيطره عليهم، السن بتاعهم ما كبرش قوي، الموبايل هو اسهل حاجه ان انا اني بيتحرم منها سحب ويكون احسن والله. وغالبا الموبايل ده ممكن يكون هو احد اسباب الرسوب، يعني برضو عايزين نقول انه ممكن يكون اللعب على الموبايل كتير او الاهتمام بيه احد اسباب الرسوب، ممكن يكون الاطفال الولاد اللي حواليه او البنات اللي حوالين البنت هم السبب. فبالتالي لو عرفت المشكله هعرف عليك بدل ما تفضل في نفس البيئه مره تانية ابتدي ابعدها عن عن قرناتها يعني او عن زمايلها اللي ممكن بيسببوا كده. الموبايل ممكن يتاخد منه، العقوبات اللي احنا قلنا عليها، الحاجه اللي بيحبها ما يعملهاش لفتره. ربطت معاه الرسوب بالالم فهو بعد كده هيبتدي يفكر ألف مره وهو بيحرق. وعلى فكره عايز اقول بقى على حاجه، ناس كثيره جدا من المتميزين والناجحين والناس اللي انتوا بتشوفوهم مرموقين دلوقتي قدامكم فشلوا في اوقات كتيره في حياتهم، فشلوا في بعض اوقات سقط سنه معينه ما حققش النتيجه اللي كان عايزها، دخل في حاجه بدل يعني حاجه بدل حاجه ما جابش المجموع الكبير، وفي الاخر احنا شايفينه دلوقتي بيوصلوا للي هم عاوزينه او اللي جواه حلم وبيفضل وراه بيحققه حتى لو هو ما دخلش الجامعه اللي هو كان نفسه فيها او اهله نفسهم ان هم يشوفوه فيها، لانه اتعلم من غلطته، خد غلطه في مره. في ناس انا بشوفهم يا دكتور بعد ما بيخلصوا جامعتهم بعد بيبتدوا يشوفوا شغفهم فين ويبتدوا يروحوا يدرسوه ويحضروا فيه ماجستير ودبلومات وحاجات ويتفوقوا فيها جدا ويتميزوا فيهم جدا يعني. فعلا، وانا اعرف حد رسب في سنه من السنوات النقل العاديه وبعد كده لما جه في ثانويه عامه دخل هندسه وتخرج مهندس ناجح مهندس جدا. يعني دخل جاب مجموع كبير وتخرج مهندس يعني بيشتغل في شغل ناجح، وهو بيقول ان السنه دي هي اللي علمتني. فبالتالي احنا كم من اشياء عملناها احنا نفسنا اخطاء بنتعلم منها، بس المهم ان احنا فعلا لازم نتعلم من غلطنا، مش الغلط يعدي ويمر كده مرار الكرام علينا ونعيده تاني ونعيده تاني في السنين ورا سنين بقى عمالين نعيد نفس الغلط، لانه هي بتبقى سلسله. يا اما دايما الاهل كانوا بيقولوا لنا كده سلسله بقى، يا من النجاحات يا من الفشل. فاحنا المفروض بقى ما تبقاش سلسله، المفروض لا المحطه اللي افشل فيها لا دي تكون دافع ليا ان انا انجح. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا خلال كلامك، انه ممكن يكون سبب من اسباب الرسوب او ان الولد ضعيف في الدراسه الموبايل. طبعا دايما بنطلع نقول يا جماعه الموبايل حددوا لاولادكم وقت معين يمسكوا فيه الموبايل، لا يتعدى قد ايه بقى يا دكتور؟ بالنسبه لايام الامتحانات ما يتعداش ساعتين ايام الامتحانات. طبعا من ساعتين لثلاثه وقت الامتحانات، وده رقم كمان كبير على فترات. يعني انا مش بتكلم ان هيمسك ساعتين، انت بتتكلم على ممكن اعمار كبيره شويه. انما ده اللي يكون الوقت اللي هو بيتاخد الموبايل. يعني انا بقول تجربه حتى عندي بحط الموبايل. حضرتك بتعمل ايه بقى؟ عايزين نعرف دكتور احمد علام بقى بيعمل ايه بقى ولا بقول له حط الموبايل. يعني انا بخلي الموبايل برده قريب منه، ومش شرط اكون واخده في جيبي تحسسه ان انت حط الموبايل هنا. هو انت قاعد على ترابيزه في مسافه كبيره، حط الموبايل هنا، عارف ان هو اكيد مش هيقدر يروح المسافه دي كل شويه، فحطيت الموبايل هشوفه هجيبك. فبالتالي خلي الموبايل هنا، انا بعدي بشوف كل شويه لحد ما بيخلص. طب لو لقيته بقى تجرأ وهو راح مثلا خده، لا خلاص انا هاخده بقى منه. فانت كده انا عملتك ان انت كبير ومحترم، خليت الموبايل قدامك، بس ايه عشان بس ما انت ما يغلوش عليك، اقعد ذاكر باحترام. لا انت بقى هتتعامل بحاجه ثانيه، هتعامل انا كمان الموبايل. فده مهم جدا. ده فترات اللي فترات بقى الدراسه طبعا، يعني بتبقى يمكن فتره اطول شويه، هيجي فترات الصيف مش هقدر ان انا امنع الموبايل ولا اتكلم عليه. ولكن احنا عايزين نقول برضو ان حاجه مهمه جدا هي موجوده واحنا مش واخدين بالنا منها، هو كده كده جميع الناس اللي ماسكه الموبايل
مجرد ما بيمسكوا يعني مسكوا شهر حتى في حياته هو اصبح مدمن لهذا الشيء. اي حاجه بنعملها لفتره معينه متصله دايما يتقال 21 يوم يتقال شهر ايا كان هيبقى في الاخر انا هي اصبحت بالنسبه لي ادمان. يعني ايه؟ يعني بحس بشعور من عدم الارتياح، ده اقل شعور هحسه لو انا ما حصلتش على هذا الشيء. أوكي. وكل شويه بقى يعلى الشعور باكتر، ممكن يبقى مشكلات نفسيه اكتر بقى للاسف الاهالي. وتتخيل انه انا مش عارفه اخلص اكلي فبدي الولد الموبايل او البنت الموبايل، انا اصلا بوشه جنبي كتير وبيزعجوني فبديهم الموبايل. انت بتاذي ابنك اذى كبير جدا او بتاذي بنتك اذى كبير جدا، انت مش حاسه بيه، مش هتحسي بيه غير قدام بقى. ولو انا مش انا اشغل الولد والبنت بامور معينه هم يعني انا لو شغلتهم برياضه او بهوايه بيحبوها او بشيء معين اقول لهم خدوا اعملوا الكلام ده وطلعوا لي منه كذا، خدوا اقروا لي القصه دي وقولوا لي الا، يعني يبقى برضه فور فان بطريقه ظريفه وطريقه متعبه. يعني اوقات يعني احنا عارفين ان ضغوط الحياه ممكن ما تدكوش الاريحيه ان انتوا تقعدوا مع الولاد وقت طويل وتعملوا الكلام ده بشكل كبير، بس تقدروا تخصصوا وقت كده يعني كواليتي تايم كده مع ولادكم هيفرق جدا معاهم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان مثلا لو هنتكلم على مستوى لعيبه محترفين بياخدوا ملايين الدولارات مثلا بره، بيبقى في اوقات اللي قبل المباريات وقبل البطولات بيتسحب منهم الموبايل او ما بيبقاش معاهم موبايلات. بالظبط. اذا هم ده بنتكلم بقى على مراحل، ده بنتكلم بقى على مراحل يعني ناس كبيره وناس بتلعب يعني أبطال. معاها مبالغ ابطال بيبطل هذا الامر. حتى على سبيل الفترات الاقل دايما بيتقال يا جماعه ما حدش يلعب العاب الكترونيه قبل المباريات وقبل ولو المدرب يقول لهم لو لعبت وعرفت هستبعدك من المباراه او هستبعدك من البطوله. فبالتالي حتى ده معروف، خلاص اصبح معروف ان هو بيعمل مشكله في حته التركيز، ما بيجيبليش المعلومه بدقه. بالزبط. ما بيجيبليش الحاجه اللي اتدربت عليها، بحس ان في حاجه مش عارفه تيجي. انا التدريب اللي انا اتدربته ده بيجي من خلال يعني باجي بتيجي الحركه قدامي فبنفذها على طول تلقائي، ده عامل لي حاجز برضه في حته ان انا اعرف انفذ الحركات بتاعتي. فبالتالي هو كمان لازم نوقفه طبعا ولازم نديه بحساب. اخيرا بقى يا دكتور عشان وقت فقرتنا للاسف بيخلص، لازم نشيد طبعا وزاره التربيه والتعليم انها في المرحله الابتدائيه منعت الدرجات. كنا كمان بنشوف الدرجه وكنا بنشوف الكحكه والحاجات العمراء اللي كانت بتزعل الولاد وبتزعل اولياء الامور بشكل ان انا ابني الصغير جايب كحكه، انا ابني لسه في ابتدائي يعني لسه بيتعلم يعني لسه بحببه في المدرسه وبحببه في التعليم يجيب درجات الوحشه دي. منعوا الدرجات دي خالص وبقت برسنتج، يعني بقت عباره عن الوان ونسبه مئويه، يعني الازرق ده من 85 ل 100%، الاخضر ده من اقل من ال 85%، والاصفر ده اللي هو محتاج ان هو يعني يذاكر اكتر او فابتدى الوزاره ان هي تبص للولاد في المرحله الابتدائيه بنظره رأفه ورحمه وان احنا عايزين نحبب ولادنا في التعليم. الاهالي في منهم كتير ايه ده ليه الوان، انا عايزه اشوف ابني جايب كام درجه. أيوه. طب ما احنا يا ستي قلنا لك الازرق ابنك متفوق، الاخضر ابنك برضو متفوق وكويس، الاصفر يعني اشتغلي مع ابنك شويه. لا هم رافضين تماما، وفي ناس رافضه تماما ولا ايه ده انا عايزه اعرف، وناس بتروح المدرسه وتدخل تسال انا عايز اشوف درجه ابني. نقول لهم ايه يا دكتور؟ يعني الوزاره والبلد بتعمل لهم اللي هم يعني مش حاسين بقيمته، ان انا ما اكرهش الولد في التعليم، ان انا احبب الولد في التعليم وان انا افهمه انه مش بالدرجه، لا ده بص اللون انت برافو عليك جبت بلو، ايه ده انت جبت جرين انت شاطر برضو، ايه ده احنا محتاجين نذاكر شويه، ده اللي المفروض يتقال في المرحله دي. صح. الاهل رافضه. لا احنا عايزين نقول لهم ان وزاره التربيه والتعليم مشكوره اتبعت المقاييس او الطرق العلميه الصحيحه في التعامل مع الابناء في فتره الصغر وفتره التعليم الابتدائي، ده شيء جميل جدا وشيء تربوي جدا وهو ده الشيء المتبع عالميا. فبنقول لهم ان دي حاجه مش وحشه، ولكن احنا دايما عندنا رفض لكل ما هو جديد في الاول لحد ما يجي. هو هقول لحضرتك الرفض بتاعنا بيجي من ان انا مش عارف السبب. انت لما بتعرفني سبب ان انت عملت كده هو لا اسلوب جديد خلاص من غير ما حد يقول لهم ده اسبابه ايه، لكن لما بنوضح هذه الاسباب او ممكن تكون اتوضحت وهم ما تابعوهاش، لما نوضح الاسباب دي ان هي دي اساليب تربويه حقيقيه وان انت لما بتعمل كده وزي ما حضرتك قلتي ببتدي اتكلم مع ابني في حاجه معينه ما تدلوش بقى كحكه ودرجه صغيره وهي مش هيمشي ب 13 من 20 من 20 ده انت كده ما جابش درجه و10 من 20 يبقى انت كده ده انت ناجح على الحركرك والكلام اللي بزود عليه الاسترس والضغط. فطبعا احنا سن صغير يعني صغير ما يتضغطش في الفتره دي خالص. فبالتالي الالوان دي لا انا شايف ان هي تجربه جميله جدا من اولياء الامور. انا كمان جدا بصراحه مع الالوان جدا بسطاني جدا ان الولاد ما يتحطوش تحت ستريس الدرجات
في سن صغير، ليه احط طفل تحت ستريس؟ ده جايب اكتر مني بدرجه، وده جايب اكتر فعلاً مني بدرجتين، ده بيأثر جدا في نفسيتهم في السن الصغير. فعلا، فهم ريحوهم وقال لك كده. فاحنا بنقول للاولياء الامور ما تزعلوش وما تقلقوش وما تقولوش ان دي حاجه وحشه، معلش هي مع الاول، اول سنه او اول تجربه بتبقى كده، وبعد كده هتلاقوا نفسكم اتعودتوا. ده بالعكس لما يجوا بقى يرجعوا الدرجه، لو هيرجعوا الدرجات تاني هيقول لك احنا كنا عايزين فمعلش احنا هنمشي كده شويه، واعرفوا ان دوت لمصلحه ابنائكم، وان هي لو حاجه فيها سلبي احنا كنا هنقول ان هي شيء سلبي او كده، انما هي حاجه فعلا ايجابيه وحاجه كويسه علشان ما نحطش الابناء تحت ضغط. فعلا بشكر حضرتك جدا دكتور يعني احمد علام، خبير العلاقات الاسريه والاجتماعيه، استفدنا جدا من حضرتك النهارده، وان شاء الله نشوفك فقرات ثانيه كتيره معانا. وبرجع اقول لاولياء الامور ما تزعلوش ابدا موضوع الالوان ده، بالعكس انتوا كده بتخلوا لاولادكم يعني فرصه ان هم يبدعوا، وان هم ما يحسوش انه انا بتقيم بدرجه، لا انا ده لون انا كده احسن، انا كده كويس، انا كده محتاج اشتغل على نفسي. في السن الصغير ده يفرق في نفسيتهم جدا، يا ريت نشتغل على نفسيه ولادنا عشان يطلعوا مبدعين. بشكركم، خلصت فقرتنا لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، فاصل نرجع نكمل. صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد. مشكلة ضعف الانتصاب من أكثر المشاكل، أو من أكثر مشاكل الذكورة بالتحديد، اللي بتقلق أي شخص بيعاني منها. للأسف مفيش علم كافي بأسبابها علشان نقدر نتجنب حدوثها، ومن ضمن أسباب ضعف الانتصاب التسريب الوريدي، ودي من أهم أسبابه، وده اللي احنا هنناقشه في فقرتنا النهاردة، وإزاي كمان بيتم العلاج مع ضيفي اللي منورني دكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. دكتور أحمد صباح الفل على حضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. يمكن يا دكتور زي ما قلنا أن من أهم مشاكل الضعف الجنسي هي مشكلة التسريب الوريدي أو التسرب الوريدي، يعني إيه يا دكتور بالتحديد الاسم ده، المسمى ده؟ طيب هو بس الأول أنا هاخد من كلامك، هو التسرب الوريدي مش سبب من أسباب ضعف الانتصاب، ولكن هي أحد الآليات اللي بيحصل بيها ضعف الانتصاب. تمام، فرق بين الأسباب. طبعا الأسباب دي زي مرض الضغط، السكر، القلب، التدخين، الدهون، دي مسببات. إنما هذه المسببات بتعمل إيه في العضو الذكري بينتج عنه الضعف؟ تمام. أحد الآليات دي أو أحد الحاجات اللي بتحصل حاجة اسمه تسرب وريدي. الأول نفهم الانتصاب إنه عبارة عن ميكانيزم. أنا عندي العضو الذكري قائم على إن لازم الدم بيتدفق فيه، فيبتدي يحصل تمدد، عشان أوصل لصلابة لازم هذا الدم اللي بيدخل يتحبس تحت ضغط. فكرة بقى إنه يتحبس تحت ضغط دي لما ما بتحصلش، الدم بيبتدي يهرب من العضو ويدخل على الدورة الدموية. هنا بقول إن الشخص ده عنده تسرب وريدي. إزاي بنقدر نشخصه؟ بحاجتين. أول حاجة شكوى المريض نفسه، هو بيقول يا دكتور أنا بيحصل لي انتصاب بس ما بقدرش أحافظ عليه. يعني بيبتدي يحصل انتصاب وبعدين يهرب منه على طول، العلاقة ما بتكملش للآخر، ما بتاخدش وقت، سواء هو ما بيقدرش يبتدي العلاقة لأنه هو أوريدي خلاص أثناء المداعبة في انتصاب بس ساعة العلاج يبتدي يهرب منه، أو أوريدي في ناس لا بيحصل بيبدأ العلاقة بس ما بيقدرش ينهيها، ما بتكملش. هنا هو من شكوى المريض بنقدر نستنتج إنه ممكن يكون عنده تسرب وريدي، هو شخص ما بيقدرش يحافظ على انتصابه. تاني حاجة بنطلب منه نعمل أشعة، فبيجي عندي في تقرير الأشعة إن هذا الشخص عنده تسرب وريدي. إذن هو في المقام الأول ده مصطلح اللي بيكتبه لي دكتور الأشعة. إيه نوع الأشعة دي؟ حاجة بيسموها البينايل دوبلكس أو دوبلكس على العضو الذكري. هو اللي بيقدر يقول لي إذا كان الراجل ده عنده ضعف انتصاب ولا لأ، والضعف ده نتيجة إن هو هل الدم لا يتدفق إلى العضو، ولا إن هو ما بيقدرش يحتفظ بالدم فترة كافية تحت ضغط، اللي احنا بنسميه بين قوسين تسرب وريدي. إذن التسرب الوريدي هو آلية أو طريقة ضعف الانتصاب وليس السبب. مش السبب، لا مش السبب، لأن تفرق كتير. السبب أنا أقدر أعالجه، لو عالجت السبب ممكن التسرب يروح. طب اللي هو ايه بقى السبب؟ يعني لو اتكلمنا عن أسبابنا العادية بقى، في أسباب عضوية وفي أسباب نفسية. الأسباب العضوية زي قلنا كل ما هو مرض مزمن زي الضغط، زي السكر، مشاكل القلب، دهون في الدم، التدخين، المخدرات، الكحوليات، كل الحاجات دي ممكن تعمل ضعف انتصاب من خلال إنها تعمل تسرب وريدي. خلاص؟ الاضطراب اللي في الهرمونات برضو ممكن يعمل تسرب وريدي. كل الأسباب اللي بتعمل ضعف الانتصاب
هي ممكن تعمل ضعف الانتصاب من خلال التسرب الوريدي. خلاص كده؟ فالاسباب العضويه كلها، وفي اسباب نفسيه، يعني في اسباب نفسيه ممكن تعمل تسرب وريدي. يعني في بعض الامراض النفسيه زي الفصام وزي الاكتئاب، في بعض الادويه اللي احنا بنديها للمرضى النفسيين زي ادويه الفصام والاوبسيشن اللي هو الوسواس، دي بتعمل برضو ضعف في الانتصاب. هي القضيه كلها كلمه، ادام انا قلت تسرب وريدي يبقى انا وصلت للاليه اللي بيحصل بيها الضعف. خلاص؟ ودي اللي بيكتبها لي بتاع الاشعه. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم في التشخيص وبدأنا بالأشعة، بعد الأشعة بنبدأ نعمل ايه علشان يتم بقية التشخيص المظبوط؟ مهم زي ما قلت الأسباب، هل هي نتيجة أسباب أمراض مزمنة ولا أمراض مش مزمنة؟ نمرة 2 درجة الضعف دي أو درجة التسرب دي، ودي بتبان من الأشعة في خلال أرقام، يعني أنا بنعرفها بيبقى في أرقام مكتوبة في الأشعة بتاعت البناية الدوبلكس، أقدر أتوقع درجة التسرب دي قد إيه؟ هل هي درجة بسيطة ولا درجة متوسطة ولا درجة كبيرة من التسرب؟ على حسب الدرجة وعلى حسب السبب وعلى حسب إذا كان الشخص ده مجرب أي علاجات قبل كده ولا لأ، ببتدي أنا أقرر العيان ده هيمشي إزاي؟ هل هو ممكن الأدوية تجيب معاه نتيجة ولا هنبقى مضطرين للتدخل الجراحي؟ وهنا في معلومة في غاية الخطورة، ودي ثقافة احنا بنحاول ان احنا نغيرها برضو، وبسمعها كتير قوي من العيانين. يمكن اكتر كلمة شايعة وسط عيانين ضعف الانتصاب هو اول عيان ما بيشوف يقول انا عندي تسرب وريدي. اقول له عرفت منين؟ هو بيشخص نفسه على اساس ايه؟ وبعدين ليه بقى؟ ده معناته ان الكلمة دي بقت دارجة قوي، سواء في وسائل الاعلام او في السوشيال ميديا او في اي حتة، كلمة تسرب وريدي تسرب وريدي تسرب وريدي. وبالتبعية هتنقل للنقطة اللي بعدها، ان الناس بقت النهارده كلمه تسرب وريدي معناته ان نعمل عمليه، ودي اكبر خطا احنا بنقع فيه. تاني، يعني اي عيان النهارده بيقول لك انا عندي تسرب وريدي، هو فاهم ان حله عمليه وهو الكلام ده هو ما جابوش من عنده. هو للاسف دي ممارسه طبيه خاطئه. ان كل عيان انا اعمل له اشعه تيجي الاشعه عنده تسرب وريدي اقول له انت حلك الوحيد جراحه. في دكاتره بيبقى ده يعني ده حلهم للاسف الشديد، هم بعض الزملاء. وده خطا طبي يا اخوانا. طبعا الجراحه هو إجراء نهائي، إجراء أخير. تتعدد الأسباب، تتعدد درجات الضعف، هيظل إن الجراحة هو الحل الأخير وليس أول حل أنا بعرضه على العيان. لازم العيان ياخد فرصه في إنه يجرب كل الحاجات الغير جراحية، خصوصا لو هو صغير في السن كمان. ده بالتأكيد لو هو سنه صغير. ودايما البنايل دوبلكس أو الأشعة دي من أكتر الأشعات اللي وارد فيها الخطأ. فنصيحة دايما لازم يتعمل في المراكز المتخصصة، متخصصة طبعا، لأن في أماكن هي استنبع عندها أن الراجل ده عنده تسرب وريدي، وده ممارسة طبية خاطئة بتودي العيان في مشاكل وبتعمل له مشاكل. فنمرة 1 مهم جدا نتأكد أن الأشعة معمولة صح. نمرة 2 نتأنى في أن احنا نعرض على العيان ده أنه يعمل جراحة. إنما الأمور استقرت أن الشخص ده مثلا سنه متقدم وعنده أسباب كتيرة قوي وعنده فعلا تسرب وريدي بدرجه كبيره ولا يستجيب على الادويه، خلاص انا اتدخل جراحيا ما عندناش مشكله. بس بيعمل ده عمليه، بيبقى راي الدكتور في الاخر برضه. يعني بعد الفحص وبعد الاشاعات ده لازم يكون راي دكتور، مش راي مريض جاي يقول انا هعمل عمليه. هو المريض يعني مظلوم. هو جاب الجمله دي من الممارسه الطبيه الخاطئه اللي بقت منتشره. يعني زي ما هو عارف كلمه التسرب الوريدي، هو عارفها منين؟ هو مش دكتور اصلا. صحيح. بس الكلام بقى شايع وبقى مرادف ليه انه يعمل دعامه. هو ده الكلام الخطا. مش كل مريض عنده تسرب وريدي بالضروره انه يعمل عمليه ويركب دعامه. خالص. نهائي. في عيانين عندها تسرب وريدي ممكن تخف. يعني ياخد كورس علاج لمده اسبوع 2 شهر والعيان ما بيبقاش عنده تسرب وريدي وبيرجع انسان طبيعي تماما. حتى المده صغيره يا دكتور جدا، يعني وارد. لا لا، العيان ما بياخدش فتره طويله. انا عايز اقول لك ان العيان السليم ممكن في ظروف استثنائيه يحصل له تسرب، وده بيكون شكل مؤقت. يعني في بعض الشباب بيبقى حاجه اسمها الهاني مون امبوتنس، يعني هو الراجل في شهر العسل بتاعه بيتعرض من الضغط وكل الناس بتساله، ومن اجهاد الفرح ومن التوتر ومن الخوف ومن الكلام ده كله، بيبتدي يحصل له تسرب وريدي. بيبقى الموضوع هنا نفسي شويه ومؤقت. بيجي بقى شاب مثلا يقول لك انا متجوز من شهر ومش عارف اعمل علاقه وعندي ضعف انتصاب، ويروح يعمل الاشعه يجي لك ده هو عنده تسرب وريدي. يقوم الدكتور يقول له انت محتاج تركب دعامه. الكلام ده خطا تماما. تماما، لان هو لو هو الم بالظروف بيكون الشخص ده متوتر وقلقان، هو بس مجرد ان احنا بنطمنه بيبتدي هو يرجع يبقى كويس جدا، وبعدين بتتم العلاقه بشكل طبيعي جدا. هنا ده احنا بنتكلم ان التسرب الوريدي ده مؤقت وظروفه واسبابه استثنائيه. اول ما بنتعامل معاه صح، لا بيرجع انسان طبيعي. تمام. فمش كل مريض عنده تسرب وريدي بيحتاج ان هو يركب دعامه. دي النقطه اللي انا عايز اوصلها. طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا، لان في ابيوز، في خطا
طبي بيمارس على المرضى. ان تسرب وريدي دعام اي من كان سنه اي من كانت اسباب مشكلته. واكبر حاجه تخلي المريض مش مبسوط بالعمليه انه يعمل عمليه هو مش محتاجها. طبعا ده بالعكس بيدخل في اكتئاب انه عمل اجراء هو مش محتاجه، دفع فيه فلوس وهو مش راضي جدا عن نتيجته. خلاص زي ما اتفقنا عشان اعلي نسب النجاح لازم العيان يكون نفسيا مهيئ لهذا الاجراء. لازم العيان يكون عنده قناعه ان انا مش هعرف احل مشكلتي الا بالعمليه. وبالتبعيه العيان بيبقى راضي جدا عن النتيجه بتاعتها. انما ان هو يعمل حاجه هو مش محتاجها في الاساس، يعمل حاجه وهو اصلا متشخص غلط، دي اكبر مشكله ممكن يقع فيها. تمام. طيب خلينا برضه يا دكتور نتكلم عن أهمية وجود كل حاجة في مكان واحد. يعني أنا زي ما حضرتك قلت وارد أن أنا أروح مكان أعمل فيه أشعة الأشعة تطلع غلط مش مظبوطة، وارد أن أنا أروح لدكتور مش على مستوى مش عالي متمارس. من الكفاءة أو الممارسة بالظبط، هو عايز يعمل عملية وخلاص خالص، يديني الحل الأسرع. وجودك في مركز متخصص مع ناس متخصصين، خد بالك هو عنده زيك ألف، فهو مش مستعجل عليك انت تحديدا انه يعمل لك عمليه. صحيح. خالص كل عيان بيعامل على حسب حالته. لان انا اوريدي عندي عدد من العيانين كله، في اللي بيتعالج، في اللي بيخف، في اللي بيحتاج يمشي على دواء بشكل منتظم، وفي اللي بيحتاج ياخد حقن موضعي، وفي عيان اللي بيعمل عمليه. فانا ما عنديش ازمه ان ده يعمل او ده ما يعملش. المهم عندي العيان يتشخص بشكل سليم، وان انا ابقاش مستعجل على العيان ان انا اوجهه للجراحه. عايز اوصل بعياني لاحسن النتائج، لازم العين هو نفسه يبقى شاهد على اللي بيحصل. صحيح. والمريض كمان لما بيشارك الدكتور يعني بيبقى مقتنع ان الحل اللي تم اختياره هو ده انسب، حاجه ليه بالظبط. يعني طب النتائج بقى يا دكتور، لو اتكلمنا عن الحته الجراحيه شويه، النتائج بعد الجراحات بتبقى مرضيه للعملاء؟ بتبقى النتيجه بنسبه نجاحها قد ايه؟ وجود الجراحه يا فندم، وجود الجراحه هو اللي خلانا نقعد ونستريح ونقول ان ضعف الانصاب ممكن حله بنسبه 100%. تمام. التدخل الجراحي هو تدخل امن وفعال ونهائي وجذري. يعني انا بحل للمريض مشكلته بنسبه 100% بشكل نهائي. ما بيحتاجش ياخد بعديه اي ادويه خالص. تمام. مش محتاج ياخد بعديه منشطات. يقدر يعمل العلاقه اي وقت هو عايزه، في اي مكان هو عايزه، باي عدد من المرات، بدون ما يكون مجهز نفسه، بدون ما يكون محتاج ياخد حاجه، من غير ما يكون محضر نفسه انه يعمل حاجه. لا، في اي مكان يا فندم، في البيت، بره البيت، في المصيف، تقدر تبقى جاهز اي عدد من المرات، مش محتاج اي تحضير. تمام. لان في جزء طبعا بتبقى ازمه عنده ان هو ايه، طب لا استنى اما اخد القرص المنشط، وبعدين استنى ساعه بعديها، وبعدين ممكن يحصل او ما يحصلش. فده بيبقى مزعج احيانا لبعض الناس. فالجراحه هو حل امن وفعال وجذري، بيخلي يعني الحياه طبيعيه. دكتور خلاص الحياه طبيعيه، ما فيهاش اي مشكله خالص، لان العلاقه بتتم بشكل كامل وبشكل سليم وبشكل سوي، ما فيهوش مشكله. تمام. طب عايزه يا دكتور من حضرتك نصيحه لكل الرجاله بقى اللي بيشوفونا النهارده، اللي ممكن يكونوا يعني لسه بيفكروا في حل مشكلتهم بس مش عارفين ياخدوا خطوه ان هم يروحوا للدكتور، او هربانين من حل المشكله بتاعتهم. اولا يعني دي حياتك. ما ينفعش انك تهرب من مشاكلك، لازم تواجهها. لازم نروح لحد متخصص، نرمي مشاكلنا عليه واساله اهل الذكر. يعني هو الدكتور متخصص، انا ما ابتديش انا اخد سكه جانبيه، اصحابي الصيدلي، اجيب انا حاجات من النفسي، حاجات من على الانترنت. يعني بنشوف طبعا الاعلانات اللي كلها نصب وكلها احتيال وكلها حاجات مضره. لا، الكلام ده ما نلجالوش. انا عندي دكتور متخصص، والنهارده ما عادش فيه كسوف يعني طبعا. والموضوع بيتحل بشكل كبير. ودي حياتي انا، حياتي وحياه الناس اللي حوالين مني، ليه انا ما اهتمش بيها؟ الجنس ما هوش غريزه وحاجه يعني انا اشمئز منها، لا. دي حياه، والا ربنا ما كانش عملها. أكيد. الناس لازم تقبل عليها، لان ده حاجه اساسيه لاستمرار الحياه بتاعتنا. فالنهارده نروح لحد متخصص، مكان مجهز، اتشخص فيه بشكل سليم، اقدر احل المشكله. تمام. المشكله ما بتاخدش وقت في الحل. دايما بقول للعيان احنا سقفنا في الموضوع شهر. العيان ممكن يحل مشكلته قبل كده. في عيان ممكن يحل مشكلته بشكل نهائي، زي دور البرد، بياخد علاج ويخف يرجع لطبيعته، مش محتاج اي بسيط. وسائل مساعده. في عيان انا بعمل له الوسائل المساعده دي اللي هي المنشطات باليه معينه او بطريقه معينه، ما تحسسوش ان هو بياخد حاجه بانتظام او انها تكون عبء عليه. في ناس ممكن تعتمد على الحقن الموضعي، وده بيكون اجراء بيجنبه انه يدخل في العمليه. ولو حتى وصلنا للعمليه كحل نهائي، فاحنا بنتكلم على التخصص مطلوب، التعقيم مطلوب. ما ينفعش اعمل العمليه في مكان مش مجهز. اكيد طبعا. خالص والله. بشوف كوارث. انا بيجي لي عيانين، وللاسف النوع ده من العمليات
مشاكله كبيره. ما طبعا بيبقى أصدق. اصعب من ما يجي المريض لاول مره يبدا يحل. مش قصدي ان انا اخوف العيان على قد ما انا بس بحاول اقول له الاجراء بسيط بس لو اتعمل صح. صحيح. ده مهم قوي ونسب نجاحه بتعتمد على ان انا اعمله صح. والصح مهم جدا ان انا اختار النوع المناسب بغض النظر انا ما عنديش توجهات ناحيه شركات معينه او انواع معينه، لا اللي هيناسب العيان هو اولى بيه. تمام. تاني حاجه المقاس المناسب. لان تحديد المقاس جوه اوضه العمليات، لان الدعامات دي مقاسات، ده جزء اساسي واصيل. انا دايما اكتر العمليات اللي انا بعمل لها ريفيجن او ان انا برجع اركب الدعامه تاني، يعني بيجي لي عينين عاملين دعامات بره عاملها قبل كده، عامل قبل كده واضطر ان احنا نغير لان هو مش مبسوط ومش راضي عن الموضوع وحاسس انه لسه عنده ضعف انتصاب. بيكون السبب الاساسي انه مركب مقاس غلط سواء في الطول او في العرض. ده طبعا كان سوء اختيار من الاول من الدكتور، اختيار للنوع. تاني حاجه ما عرفش يحدد المقاس كويس. تمام. وهي دي الحرفه او الشطاره او المهاره اللي في العمليه. دكتور الوقت جري مع حضرتك النهارده بسرعه، انا بشكر حضرتك جدا، ان شاء الله نكمل موضوعاتنا الكتير المهمه جدا اللي تهم النهارده فئه كبيره جدا من الشباب في حلقات قريب جدا ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.